فيها مصاحف؟ طب بتدي له حاجه؟ والله قلت لاخوته فلوس، قلت لاخوته فلوس وكذا يبيع في مصاحف مع رفع يعني شاب وقت محترم. رفض ياخذ منك فلوس؟ رفض ياخذ الفلوس، قال لي انا مش حاجه. انت مش مصري؟ انا مش مصري، ليبي. ليبي؟ اه. انت ما خدتش منه ليه طيب؟ ما خدتش، انا ببيع بس. انا إيه؟ ببيع مصاحف. هو عايز مصحف ليش؟ طب خد دول. لا ما مسحتش. خد دول كتير. مسحتش والله. هم كتير هم. هو عزيز نفس. هو عنده عزة نفس، عنده عزة. ايه؟ هو عنده عزة نفس، عايز يشتغل و بس. خد طيب دول 1000 جنيه. لا ما باخدش حتى لو مليون، انا ما بسحتش على المصحف. ما بسحتش على المصحف؟ لو كده طيب ماشي. انا بشحت على المصحف، انا ما باخدش. انت مش بتشحت على المصحف، احنا بنديك فلوس بس. لا ما باخدش. خدهم. لا والله ما باخد. يلا يلا عليه.